السلام عليكم وصباح الخير عليكم. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ووصفة جديدة على القناة اللي غادي تكون ان شاء الله كما كتشوفوا معايا حلوة ديال الريش بوند او لابول دو نيج. هاد الحلوة الاكثر شعبية ما بين الحلويات المغربية وعزيزة على الكبير وعلى الصغير. اليوم ان شاء الله غادي نقدمها لكم بمقادير بسيطة ما فيهاش الزبدة، كما قلت لكم مقادير اللي هي بسيطة بزاف. الطريقة ديالها بسيطة، كتجي هشيشة وكتذوب في الفم ان شاء الله الا جربتوها متأكدة غادي تنال الاعجاب ديالكم. الناس اللي ما شافوش الفيديو اللي حطيت البارح فرانا شاركت معكم فيه واحد صابلي مالح اللي تيجي تا هو هائل، مقادير اللي هي بسيطة واقتصادية والطريقة راها ابسط، تيجي لذيذ بزاف. الناس اللي مهتمين رانا غادي نخلي لكم الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف، ممكن ترجعوا تشوفوه وان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم. دابا غادي ندوزو ونشوفوا المقادير ديال الريش بوند اللي غنحتاجو فيهم. تقريبا واحد 550 غرام ديال دقيقة الفرص، قبيصه الملحه، 3 ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس سكر سنيده، نص كاس معامرش، يعني ما بين الربع ديال الكاس ونص كاس ديال ما الزهر، معلقه صغيره ونص ديال الخميره كيماويه. غنحتاجو القشره نتاع جوج حامضات محكوكين، وغنحتاجو جوج ساشيات ديال سكر الفانيليا. وفي الاناء اللي غادي نخدمو فيه غادي نوضع واحد القبيصه ديال الملحه، حاجه اللي هي ضروريه كما العاده في جميع انواع الحلويات. غادي نزيد عليها سكر سنيده، سكر الفانيليا كما قلت لكم خدينا جوج ساشيات، وغادي ناخذ القشره ديال جوج حامضات محكوكين وغادي نبداو نخدموهم مزيان حتى كندمجوهم مع هاد السكر سنيده باش يولي عندنا واحد السكر اللي منكه بالحامض. كنخدموهم مزيان كما كتشاهدوا معايا الطريقه، راه حنا غنبقاو نحكوهم بين يدينا مزيان حتى كيولي تقريبا هاد السكر تيبان لينا خضر، كيتلبس لينا بالحامض وكيتلبس لينا باللون ديالو. نتوما كتحكوا فيه راه غادي تبداو تشموا الريحه نتاع داك السكر فيها غير الحامض، يعني كتولي الريحه مجهده اكثر. من بعد فرانا غادي نضيف البيض وغادي نحاول نخدم هاد السكر مزيان مع البيض، يعني حتى كنحسوا بانه تقريبا سكر سنيده راه كله هو داب لينا مع البيض. من بعد غادي نضيف باقي المكونات، الزيت، غادي نضيف الماء الزهر، ومن بعد فرانا غادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق ما كنضيفوهش دفعه واحده، كنبقاو كنزيدو شويه بشويه وحنا كنجمعوا مع بطبيعه الحال مع الخميره الكيماويه. ومن بعد غادي نبداو نجمعوا العجين ديالنا. بالنسبه للقوام ديالو ما خصوش يكون واحد العجين اللي هو ثقيل، يعني الا كان ثقيل الحلوه ديالنا غادي تجينا قاسحه وغادينا مدقسه من الداخل، وما يكونش عاود خفيف بزاف، يعني القياس تكون عجينه اللي هي خفيفه وما كتلصقش لينا بزاف في اليدين ديالنا. غادي نجمعوه كما قلت لكم وغادي نغطيو عليه نخليوه يرتاح تقريبا واحد جوج دقائق ولا ثلاثه وغنبداو كنخدمو فيه. هنا غادي تشاهدوا معايا القوام ديال العجين كيفاش نو كيكون. راه ملي كنشكلو واحد الكره كيكون ما كيتلصقش لينا في اليد، وكنحسو بداك العجين ديالنا يعني سلس كيمشي معنا، كنشكلو الكره كما بغينا، ما كنحتاجوش اننا نبقاو نضغطو عليها باش تشكل العجين. الا كان قاصح فراه حنا كنديرو مجهود باش كتشكل لينا الكره، ماشي بحال الا كان خفيف راكم كما درتو ليه كيمشي معكم. يعني حاولوا باش تجيكم هاد الريش بوند هذه الشيشه، حاولوا العجين ديالكم ما تقصحوش كما قلت لكم، خفيف يكون شي شويه كيتلصق في اليد ولكن ماشي بزاف، وكيتجمع لينا وكيتشكل لينا بسهوله. دابا غنبداو نشكلوا الحلوه ديالنا. غادي نديرو كرات اللي هما صغارين، بالنسبه للحجم طبيعه الحال كيبقى اختياري على حسب كيفاش بغيتوا الحلوه ديالكم. غير هو الا بغيتوا حلوه ديال ريش بوند كما كانت شحال هذه في الاصل ديالها فرا كانوا كرات اللي هما صغارين، ما كتدارش حلوه اللي هي كبيره بزاف، كانوا حلوه صغارين كتجي على قياس العضات الفم، يعني ما كتكونش كبيره قد الغريبه، وانما كما كتشوفوا كرات في هذا الحجم هذا. انا باش كنحافظ على نفس القياس للكرات كلهما فعندي طريقه وحده انني كنبقى بحال كناخذ واحد القريصه ديال العجين بين صباعي، هكا كنكون محافظه على نفس القياس، ما كيجينيش شي كبير وشي صغير. انتما غتشاهدوا معايا الطريقه في الفيديو راها واضحه، تندير بحال كنقرص العجين باش هكا كنهز نفس الكميه، كنبدا كنكورها وكنحطها
فتاوى اللي يا اما كندهنوها بشويه د الزيت، لحقيتاش هاد العجينه ما فيهاش الزبده، فراه ممكن تلصق الا كانت الطاوه ديال الفران او اللاطه ما هي هذيك الشيء. انا باش نتفادى هاد المشاكل كلها هما، فرانا كنفرش ورق الزبده وكندخلها عادي تطيب ليا، ما كتلصق ما حتى شي حاجه. هنايا كنشكل الكرات حتى كنكمل الكميه ديال العجين كلها هي اللي عندي، كنستفوهم يكونوا شي شويه متباعدين، حيت هي راه ماشي كتنفخ بزاف ولكن راه كتزاد شي شويه في الحجم ديالها. بالنسبه للطياب، الفران كنسخنوه من قبل، ما كنسخنوش من طبيعه الحال بزاف، يعني كندفيوه وكندخلوا ليه اللاطه ديالنا. اللاطه كتكون في الوسط ديال الفران بعيده شي شويه على العافيه، كنديروا عافيه اللي هي متوسطه وكندخلوها كطيب من التحت هي الاولى حتى كتحمر لينا من التحت، كنشعلوا عليها العافيه من الفوق. الفوق راه حنا ما كنخليوهاش حتى كتحمر، يعني بالنسبه لهذه الحلوه هذه كنخرجوها من الفران كتكون مازال بيضه، ما نحمروهاش بزاف باش ملي كنحطوها في الكونفيتور يلاه كيجي اللون ديالها هو هذاك. غادي نخليها طيب على خاطرها ومن بعد غادي نخرجها. وفي هذا الوقت اللي كتكون كطيب فرانا كندوز كنحضر السيرو اللي غادي نغطسها فيه. بالنسبه لهذا السيرو كما كتشوفوا كناخذ هنايا الكونفيتور ديال المشماش اللي خاص بالحلويات، هذا اللي خاص بالحلويات راه كيكون خفيف شي شويه، يعني ماشي بحال داك الثقيل. كنضيف عليه واحد الكميه ديال ماء الزهر عفوا، كنضيف عليه واحد الكميه ديال ماء الزهر باش كنزيد نخففو، وكنوضعو فوق البوطه ماشي كنسخنو ولكن فقط كندفيه باش كيتطلق ليا وكينسجم ليا الماء الزهر مع الكونفيتور. يعني غير كنشوفو الجناب ديال الكاسرول اللي دايرين حنا فيها الكونفيتور ديالنا تيبدا كيتبخ شي شويه، فهنا كنحيدوه. هانتوما كما كتشوفوا معايا هنايا الريشبون ديالي من بعد ما كنخرجها من الفران كتجي بهذا الشكل، هذا كتجي طايبه، وهانتوما اللون ديالها راه ابيض، يلاه تحمرات ليا من التحت ولكن من الفوق لا. هانتوما غادي تشوفوا كيفاش نو كتجي هشيشه ما قاصحه ما حتى شي حاجه. الا خليتوها في الفران بزاف، الا دوزتوا ليها الطياب راه كتقصح لكم من بعد، حتى واخا كاع تشرب لكم شي شويه هاد السيرو، ولكن راه واخا هكاك فاش كتنشف منه راه كتبقى لكم قاصحه. حاولوا ما تدوزوش ليها الطياب باش كتبقى لكم هشيشه وكتبقى فتيه هكاك. هنايا الحلوه ديالي مازال سخونه، غادي نضيف عليها هاد الكونفيتور وهو دافي باش هكا كتشرب ليا اكثر، كتكون ديك السخونيه كتخلي هاد السوائل يعني يدخلوا فيها. ما كنصحكمش نهائيا ان الكونفيتور تخفوه بالماء، حيتاش هذاك الماء ملي كتشربوا لينا الحلوه ديالنا من بعد كتولي بحال منديه، ما كتجيناش تذوب، ما كتجيناش من الداخل معلكه ولا هشيشه، كتجينا بحال فازقه ما كتكونش هي هذيك. ولكن فاش كنديروا الماء الزهر مع الكونفيتور اشنو هي كتشرب؟ كتشرب هذيك التعسيله وكتشرب هذيك الحلاوه نتاع الكونفيتور مع النكهه نتاع ماء الزهر، كتجينا من الداخل معلكه. الا درنا الماء كنأكد راه كتجينا بحال مفزقه. هنا كما كتشوفوا معايا كنوضع الحلوه ديالي في واحد الاناء اللي كيكون غرق شي شويه، وكنخوي عليه هذاك الكونفيتور، نكونوا سخيين بالنسبه لكميه الكونفيتور، حتى الا شاط لكم راكم كتصفيوه وكتوضعوه في كونجيلاتور ولا كتوضعوه في الثلاجه، الا كنتو باغيين تسقيو به او لا تدهنوا به شي حاجه راكم كتخدموا به. اصلا هو كيجي زوين بهذا المذاق ديال ماء الزهر. هنا غادي نخليها واحد شويه، يعني ماشي كي كنخوي عليها الكونفيتور كي كنبدا نلصقها، لا نخليوها واحد نص ساعه واحد ساعه حتى كتشرب لينا هذا الكونفيتور. مره مره كنجيو كنقلبوا هذوك اللي لتحت كنردوهم الفوق باش هذوك اللي كانوا الفوق كيتشربوا لينا، طلعتوهم حتى هما الوقت ديالهم باش كيتشربوا لينا لتحت. ومن بعد ما كنخليها حتى كتشرب مزيان، هنا كما كتشوفوا كناخذ واحد الاناء اخر اللي كنوضع فيه الكوك. انا بالنسبه ليا الكوك راه يعني ما غاديش نقول راه خاصو يكون نوعيه جيده، الكوك كيف ما كان ماشي مشكل، ما محتاجينش داك الكوك ميد من نوعيه جيده. هنا كناخذوه وكنوضعوه في الطاوه، انا هنايا فضلت انني ندخلو الفران باش شي شويه كينشف تيزيد كيطلق ديك النكهه والمذاق ديالو. تعرفوا الكوك الا سخناه فراه كيزيد كيطلق لينا ديك ليدام ديالو وكيزيد كيطلق المذاق ايضا. هنا كنبقى كناخذ الكرات ديال الريشبون ديالي كنلصقهم هما الاولين عاد باش كنوضعهم في الكوك. الا جيتو وضعتوهم في الكوك نيشان راه ما كيتلصقوش ليكم،
هادو نصائح كنعطيهم خصوصا للمبتدئات اللي اول مره غادي يصاوبوها. فهادو الحاجات قد ما كانت بسيطه، ولكن الناس اللي كيبغيو يبداو اول مره فراه كتنفعهم. هنايا كما كتشاهدوا معايا كنلصقهم وكنوضعهم في هذا الكوك هذا وكنبدا كندوزهم فيه. كاينين الناس اللي كياخذوا الجهد لواحد الكاس ديال الكوك تيحمروه حتى تيولي اللون ديالو هكاك مذهب وتيخلطوه، حتى هذا راه حتى بهذه الطريقه هذه كيعطي مذاق اللي هو رائع بزاف. كما قلت لكم بالنسبه للكوك راه ملي كنسخنوه راه تيزيد كيطلق لينا المذاق ديالو، يعني دفيناه ولا حمرناه فراه النتيجه كتكون مزيانه. كنبدا كندوز هاد الكرات ديالي في الكوك وكنوضعهم في طبق التقديم اللي غادي تشوفوه معايا كيفاش نو كيجيو. وهذا كيكون هو الشكل النهائي ديال ريش بوند اولا لا بول دو نيج اللي قدمت لكم هاد النهار هذا. كما كتلاحظوا معايا في الشكل ديالها كتجي زوينه الا كانت صغيره، يعني انا كنفضلها بهذا الشكل هذا ماشي بحال الا كانت كبيره بزاف، كتجي ثقيله شي شويه في الشكل ديالها وما كتجيش راقيه في الحطه اولا في التقديم، الا الا كانوا الناس مدروكين فراه كاينين اللي كيديروها هكا بحال شكل تاع غريبه، يعني ما كيلصقوها كاع تيديروها بحال شكل تاع غريبه وكيطيبوها تيديروها في الكونفيتور وفي الكوك وكيقدموها هكا. المهم غير الا كان عندكم الوقت ما فيها باس انكم تحضروا حويجات اللي كيكونوا على الاصل ديالهم وكيكونوا في التقديم تيجيو راقيين وتيجيو زوينين. كما كتشاهدوا معايا الريش بوند ديالي كيفاش نو كتجي معلكه وكتجي يعني هشيشه بزاف وكتذوب، غير ان شاء الله الا جربتوها فانا متاكده بانها غادي تنال الاعجاب ديالكم وغادي تعتمدوا هاد المقادير هادو باش تبقاو دائما تحضروا هاد الحلوه هادي. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا في هاد لا فيديو هادي ونكون عطيتكم جميع النصائح اللي ممكن تحتاجوها باش تنجح معكم هاد الوصفه هادي من اول مره. الى عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه ما تنساوش تشجعوني بلايك وتخليوا لي راي ديالكم في التعليق. الى مازال ما اشتركتوش في القناه اشتركوا معنا وفعلوا الجرس، ولا عجبكم المحتوى بارطاجيو القناه مع العائله والاصدقاء ديالكم. كنقول لكم شكرا على حسن المتابعه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده دائما على قناه ليلى للطبخ.